اهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان. مشاهدينا مع ضربة البداء لشوط المباراة الثاني. تدخل سليم في اللقطة، بيخلص الكرة، بيبعد الخطورة. واضح لديه هدف الافتتاح، الضربة الأولى، انظر إلى الاحتفالات، اشتعلت المدرجات، قمة تتحول إلى قمة أخرى الآن. شوف اللقطة كانت رائعة، مر من المدافع، شوف المهارة، شوف وضع الكرة بهذه الأناقة، هدف في غاية الجمال. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. الجناح فاضي تماما أمام ميسي، لكن خلاص انتهت، كان هنالك فشل في استغلال الفرصة. استحواذ قليل على الكرة من جانب أصحاب الأرض، هذا لا يهم كثيرا حقيقة، المهم النتيجة. السيطرة ليست لها فائدة إذا لم تساعد الفريق على الفوز، أحيانا يكون الاستحواذ عائق أمام الفوز، ومن الذكاء أن تعرف متى تعتمد عليه ومتى تترك الكرة لخصمك. نونو مينديز، ملعوبة إلى راموس، سيرخيو راموس، نيمار، وصلت عند فيراتي، كيليان امبابي، يا رب هدف ياتي الان، التعادل ياتي، البي اس جي يعود في هذه اللحظات. نتابع الهدف مرة أخرى، هدف كم من بناء دقيق للهجمة، وجاء الإنهاء المثالي بعد ذلك من كرة قوية أرسلها إمبابي، لم يتردد في وضع الكرة بكل قوة، الكرة تستقر في الشباك. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. ثلث ساعة فقط تصل على نهاية المباراة. ماركو فيراتي بيمر فيها بعديه. ممتاز المدافع في التدخل، انهاء هذه الفرصة. هدوء في بناء الهجمة، ما في استعجال، بناء منظم حتى الآن والبحث عن التقدم. خارج الملعب وركلة مرمى. واضح بأن الدقائق الآن فيها تدخل من جانب المدربين، نشاهد الأوراق في نفس التوقيت في هذه المباراة. ثمان دقائق تفصلون عن نهاية المباراة، الفريق يتقدم فيها، شوف بناء الهجمة، فرصة هدف الفوز في الوقت القاتل من هذا اللقاء. واضح بأن المدربين الآن يبحثون عن تغيير في أرضية الملعب في نفس التوقيت.